لا انا قبل ما برضو ما اتكلم على جاي مشغوله برضو اسال حضرتك حاجه اخيره في اللي فات، انه اتفضل. كنت تتمنى صوره المنافس او مرشح المنافس النهارده تبقى مختلفه عما هي عليه؟ اعتقد ان الجميع في مصر كانوا يتمنوا ان يكون الوضع مختلف. يعني فكره يعني احنا عندنا الانتخابات الروسيه، الانتخابات الروسيه كان فيها بوتين اللي هو تقريبا اكتسح الانتخابات بحوالي 75%، ولكن الصوره العامه عندما وضعت على شاشات التلفزيون العالميه كان بوتين ومعه 7 اخرين، بس فكان في 8 مرشحين، وكان هناك حتى عمليه صناعه لبعض الاشكال المعارضه سواء في المرشحه الرئاسيه في تلك الفتره اللي وضعت او اللي كانت احد المرشحات، او المرشح الاخر الشاب اللي كان بينتمي الى جزء اصلاحي في المجتمع الروسي. وهنا نرجع مره ثانيه لمفهوم قواعد اللعبه. بس انا كنت اتمنى ان نصل الى مرحله اللي يكون فيها حاله تنافس. احنا لازم نحسم ونجزم بشيء، ان الرئيس السيسي سواء في 2014 أو 2018 هو شخصية غير تقليدية، في وضع غير تقليدي، في ظرف غير تقليدي، وغير قابل حتى لأن يكون فيه منافسين حقيقيين أو ضخمين أو يؤثروا بشكل كبير في الوضع مهما قال من يقول. كويس. وبالتالي انا كنت اتمنى في اطار برضو فكره الشكل السياسي ان الصوره ما كانتش تبقى بالشكل اللي احنا فيه النهارده، ولكن في النهاية أنا مع فكرة نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. بالظبط. المهم الآن هو ماذا نريد أن نفعل في السنوات الأربع القادمة، ما هو المخطط، ما هي الآمال، ما هو التصورات، ما هي التصورات. ودي المسألة اللي بتمنى أن يكون فيها مساحة من الحوار العلمي التخصصي الهادئ المفتوح والمغلق للوصول إلى تصور لخريطة واضحة، لخطة واضحة، لخريطة طريق واضحة في الحديث حول كافة المناطق المختلفة، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، تعليمية، كل هذه الأمور في حاجة إلى طرح في المرحلة المقبلة. بالضبط.